بسم الله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح جديد، الله ينعم علينا بالستر والحفظ والهنا يا ربي. طبعا اليوم راح نتكلمكم على الفترة تغيير الريش. العصافير راهم بغاو يدخلوا مرحلة تغيير الريش، خاصة انك تبدأ تشوف الريش يبدأ يطاير بقرب هذا القفص هنايا، تفهم باللي راهم بغاو يدخلوا في مرحلة تغيير الريش، يعني مرحلة تجديد الريش، وهي مرحلة متعبة جدا للطيور. هنعطيكم أهم النصائح اللي باش نتبعوها باش يفوتوا الطيور من هذا المرحلة. قلنا هي مرحلة متعبة. أول شيء هو أني أنا نحيت هادو الأعشاش باش نهني العصفورة من وضع البيض. يعني هما طبيعي ما راح يحطوا البيض، بصح العصفورة كي تشوف هذا ممكن تفكر أنها تحط البيض. أول شيء نحو عليهم همانية. بالنسبة للعصافير راني حاطة ذكر وأنثى منا، وذكر وأنثى منا، يعني نولي نحط الذكور في جهة والإناث في جهة، نحط معهم فقط هذاك الصغير نخليهم في جهة، يعني نعزله باش نتجنبوا أي محاولة للتزاوج، لأنه الذكر دائما يبغي يحاول. بالنسبة للغذاء نهتم جيدا بالغذاء اللي نقدموه للطيور. طبعا دائما نهتم بالبنزول كعنصر أساسي. بالنسبة وشيء آخر هو هو الاستحمام، يعني ماذا بينا يوميا نعطوهم الإناء نتاع الاستحمام اللي هم يستحموا، يعني راح يساعدهم في ذلك الشيء. نرجع للغذاء، من الشيء المهم أيضا في الغذاء أن نوفر لهم الغذاء الغني بالبروتينات. نحط لهم البيض، يعني تقريبا يوم بيوم ولا يوم بيومين نحطوا لهم البيض، نحطوا التفاح يكون متوفر في هذا الوقت كما احنا عندنا يكون متوفر. نحطوا لهم الخضر اللي كاينه والفواكه، يعني نهتم بالغذاء بشكل كبير جدا، هكا باش يجي هذه المرحله سهله جدا، لانها مرحله متعبه. هي بالنسبه للمرحله هي تعب العصفور. نشوفوهم دائما يبداو الخمول ينقص او ينعدم تقريبا تماما. نجي مرحله ممكن دخل شهر اوت تنعدم تماما التصفير، يعني الصوات ما تسمعوا نتاع العصافير، نلقاهم دائما في خمول وكانه يميل الى النوم. هذا بشكل عادي جدا، يعني الانسان ما يتقلق ما والو، يخلي العصفور على حاله، يوفر له الغذاء، يوفر له باش يدوش، الاستحمام والنظافة. الى النظافة ايضا مهمة جدا باش نتجنبوا لا يكون سميتو هذا العصفور يدخلك ليه الباش، ولا يدخلك زاده يولي مرمدو اكثر واكثر. وما ننساو نحطو التراب. انا هنا انا نحيتها، ماني حاطه التراب دوك. الان راح ننظف الكاج من بقايا اللي كاين تاع البذر الطيور ونحط لهم التراب. قلنا التراب هي مهمه جدا، وحطيت فيديو على اهميه هذا التراب. نتمنى ان تكون طيوركم ونباتاتكم طبعا تفكروها ان بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.